يمكن سلمى اليوم نمط الحياة الصحي تغير بأكلنا بشكل كتير كبير، تلاقينا معتمدين نوعا ما على صحيح. الوجبات السريعة، وفي أكلات أو أغلب أكلنا صاير بالمطلق غير صحي، نسبة السكر عالية، حتى المنتجات أساسا أغلبها عم يكون غير صحي، بس دائما بتلاقينا عم ندور على الشيء الصحي، الشيء المعتدل، وبنفس الوقت ما نحرم أنفسنا ولا نحرم أطفالنا. يعني ما فيك اليوم تحرمي ولد من إنه ياكل بسكوتة أو ياكل شوكولا أو ياكل، مزبوط. لكن في اعتدال أو نمط صحي بطريقة إنتاج هي المادة الصحية. ويمكن نور يعني مو بس الأطفال، الأطفال والكبار، وخصوصا صحيح. هلا نحن بعد كم يوم رح يكون عيد الأضحى، مبارك على الجميع يا رب. يوم 9 الشهر تم امبارح اعلان انه هو رح يكون عيد صحيح. الاضحى، فالناس بتبلش تحضر لهي المناسبات الساره، حتى لو بالاوقات العاديه هي ما بتاكل حلو، بهذا الوقت انه ما بيصير لازم تتضيف قطعه، هون بتبلش المعضله، وخصوصا ما اللي عندهم امراض ممكن صحيح. تتعارض مع الحلويات مثل السكري وغيرها من الامراض، لهيك ضيفتنا اختارت انه مشروعها يكون مشروع غذاء صحي، تقدر من خلاله توفر لبيتها، للناس المحيطين، لكل اللي ممكن رح يتناول منتجاتها الصحيه، غذاء ودواء مثل ما بنقول. رح نتعرف اكثر على مشروع ضيفتنا لليوم، وبرحب فيها بالاستوديو، هي معنا السيده علا خضر. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور، شكرا كثير. اول شيء نحن يعني شفنا المنتجات، بتلاقي كلها يعني نوعا ما فينا نقول كوكيز، بسكويت، كعك، كلياتها فيها فينا نقول سكر، فيها بتلاقي واحد بينقز شوي اذا بده ياكل منها، بس اليوم عم نشوفها بطريقه مختلفه، اكل صحي هو مشروعك الاساسي، وقليلا نشوف الناس اليوم، دائما اليوم في حاله ابهار بالمنتج، يعني لازم يكون في سكر زياده، لازم يكون في ملونات، لازم ألوان يكون في الوان، ديزاين، كله عمليه ابهار بصري، فبتلاقي الواحد مضطر يشتري، او ابهار لإلك او لاطفالك. هي نقطه كثير مهمه بدنا نوقف عند اليوم، الاكل الصحي ومشروعك، كيف بلشتي فيه وكيف اجتك الفكره؟ اول شيء صباح الخير، شكرا للاخباريه السوريه على الاستضافه. هلا مشروعي هو مشروع كثير، يعني انا بحب، يعني فكرة كتير كانت قوية، وكان في خوف أول شيء، بس أنا من النوع اللي بحب الحلويات وبحب شغلة كتير، فحاولت أني اتجه للشيء الصحي، خلي في ناس حوالينا كتير محرومة هذا الشيء، يعني ما عم تقدر تاكل الحلويات بشكل عام، صحيح. يعني بعدهم عن السكر الصناعي، فأنا قدر الإمكان حاولت أوصل لهالفكرة هاي، والحمد لله أنه نجحت معي ومشيت بخطوة كتير حلوة فيها. حلو. طيب اول شيء شو اسم المشروع علا؟ مشروعي اسمه مون كاندي، اللي هو اسمه حلو القمر. حلوين. الغذاء الصحي انه خالي من السكر، والناس اللي عندهم سوء امتصاص، اللي بيلعبوا رياضه، اللي عم بيعملوا دايت، وكمان بخص بهالشيء هذا للامراض السرطان كمان، هن ما بيقدروا ياخذوا شيء في سكريات. صحيح صحيح. طيب خلينا نبلش نحكي شوي شوي، معنا عده اصناف اليوم، جايبتين لنا نماذج. اول شيء انه اول منتج بلشتي فيه؟ اول منتج بلشت فيه هو الشوفان. شوفان مثل اللي شوفان هون. ايه هي. قطع الشوفان بالتمر، يعني كانت كثير ناجحه ونالت اقبال كثير حلو عند الناس. بلشتي بالبيت؟ بالبيت طبعا، طبعاً لحد الان. مين اول حدا داء الاولاد البيت؟ العائله موجودين طبعا، انا بشتغل وبخلي الكل يشوف يعني شو الطعمه يدو. شو قالوا لك تمام اقلعتي؟ تمام، بلشنا بقى الاقلاع بالمشروع. بس لما نقول شوفان يعني دائما نقول شيء صحي. ايوه ومع عجوه مع المكونات، هلا هيك صار صحي تماما، يعني صحي تماما. الشوفان متخوفه دائما من قصة الشوفان، دوقي انه طعمته، دوقي واحكمي انه طعمة الشوفان شوي، في ناس ما عندها هيك. لا انا بدي ادوق من هيك، بحب لإلها. بس الشوفان يعني وقت اللي بتحطي له نكهات وبتلعبي على ديزاين على شكله، فكتير بيطلع طيب. انا عم دوق شوفان مثلا، نحن بناكل الكعك بعجوه، ما في طعمة مختلفة، يعني كانك مشتريتي جاهز، ما بتفرقي اذا فعليا طعمة السكر طيب، طعمة السكر موجودة، ما بتفرقي انه هذا شوفان ولا فعليا هيدا طحين ولا شو. لا يعني كله كله شوفان، حتى كل فينا نقول المقادير صحيحه، حتى حبه البركه فينا ندوقها كله، يعني كل شيء بقلبه صحي، يعني بدك تقولي صحي معناتها كل شيء المواد الموجوده بقلبه بدها تكون صحيه. هلا هذا شوي مختلف، هذا يمكن للي عندهم، هذا اللي عندهم حساسيه من الجلوتين بيقدروا ياخذوا من شو معمول؟ دقيق الرز والذره، طحين الرز. طيب انا رح اجرب طبعا، وفي بقلبه عده نكهات، ممكن احنا كمان نحط فيه الحبه السوداء، الشمره، اليانسون، هالقصص هي كلها فظيعه. طيبه
لانه دائما بتقولي اكل غير صحي يعني اكل طعمته مضر. خفيفه هون لا الطعمه لا اهم شيء انها خفيفه. والسكر انه يعني بنحاول نعتمد على السكر الطبيعي دائما انه بعد عن السكر الصناعي. شو هو الطبيعي المحلى؟ السكر الطبيعي هو الستيفيا او بتحليه التمر مثلا. انا احيانا يعني بعمل تحليه بالتمر او دبس العنب كمان تحليه طبيعيه. الستيفيا هي نبته كثير امنه لمرضى السكري وبيقدروا ياخذوها. طيب وهلا خلينا نحكي عن هذا النوع. هلا كثير ناس بتحب هذا الشيء يعني في ناس مو بس برمضان او بالمناسبات دائماً. بتحب التمر او العجوه. في ناس نمط غذائي عندها انه بتحب تاخذ تمراي كل يوم او تاكلها انه بتعطيها طاقه. فهذا الشكل فينا نقول هو بيوفر اثنين بيوفر بين كل الجهات تقريبا. هاي كرات طاقه ممكن ياخذها الطفل اللي عنده رياضه اي شخص بيقدر ياخذها. بتعطي طاقه كثير قويه داخل الشوفان. المكسرات بعتمد كثير عليها. الفواكه المجففه وبعدين التغذيه هي بترجع على حسب كل شخص بقى. في عالم تحب السمسم في عالم تحب الشوكولاتة كمان بنقدر نسوي. انا بدي اوقف عند هي لكل الناس اللي عندهم سوء امتصاص. هيدا من الذره وشو ذره ورز طحين الرز طعمه ما في مثل الكعك العادي تماما. يعني ابدا. هلا نحن لانه ضايقين للاسف ضايقين خبز الذره. بتلاقي انا عندي صديقه نفس الشيء ميسان بنوجه لها تحيه عندها اشتقنا لها كثير. عندها مشكله بتلاقي حتى الخبز الذره بتلاقي طعمته مو طيبه. هون عم حس ما في فرق يعني انا ما قدرت اميز فعليا شو هو يعني شو. في ناس مثل ما عم بقول لك انه ما كثير بتحب هي القصص بس وقت اللي عم تذوق كثير عم تعجب بهالقطعه. انه انا كثير بحاول النكهات يعني اعزز النكهات فيها. ويمكن في ناس بتدور عليها يعني مثلا انا بعرف انه مثلا مو بسهوله موجوده عندنا. في ناس بتضطر لتجيبها من برا احيانا. مولات معينه مقتصره فقط انه هي بتبيعها فبالتالي تكلفتها الماليه مرهقه على الشخص اللي هو احيانا بيضطر يحرم نفسه ياكل لانه ما عنده امكانيه يجيب. هي ما متوفره يعني هذا الموضوع صعب. فكمان تكلفتها قديش عم تكون مطروحه؟ عم بتراعي هذا الموضوع؟ طبعا اكيد يعني هو تكلفه كثير عاليه بس قدر الامكان بحاول راعي اي ظرف اي شخص مشان الكل يستفاد لانه كمان هدول ناس يعني مريضه. صحيح. قدر الامكان بدي اكون انا كمان واقفه جنبه بهي القصه. طيب خلينا نحكي عن رد فعل الناس. هلا انا بهرتينا اليوم حتى لانه ما في فرق لانه احنا بنشتري اكل بنقول صحي بس تلاقي احيانا ما كثير طيب لانه احنا عندنا حالات بالبيت ضغط سكر في بتلاقي مجبرين نوعا ما بس بتلاقي بدور على هيك حلول حتى بتلاقينا عم نتعب ودائما انا وسلم بنحكي بهي القصه انه بس هون ما لقيت فرق. يعني هون ردود الفعل كيف كانت من المنتجات؟ اول شيء كانت يعني شوي الناس متخوفه من القصه. بعدين وقت اللي صاروا ياخذوا بكميات قليله انه جربوا رجعوا اخذوا مره ومرتين وثلاثه فصارت شو قالوا لي؟ هلا كثير نال الاعجاب بصراحه. وانا يعني صارت اكثر من محافظه انا بتاخذ من عندي هي القصص. حلو. في دائما عندك شيء مميز نكهه مميزه الشكل هلا هو شكله دائما ما كثير يعني بيطلع مثل الحلويات العربيه. صحيح. بس قدر الامكان بحاول اني خلي كثير شكله مرتب وهيك ملفت للنظر. ويمكن الناس ما بتعرف علا جايتنا من محافظه ثانيه هي هلا موجوده بالشام ضمن مشاركه ببازار. صح. مؤخرا خلينا كمان نحكي عن هي البازارات قديه صارت عم بتسوق للسيدات. يعني اليوم انت موجوده بمحافظه يمكن محافظتك واللي حواليها بيعرفوا بمشروعك عن طريق صفحتك على الانترنت ولكن وجودك اليوم بازار قدام مئات الزوار يوميا من الصبح للمساء قديه اعطاكي فرصه؟ شفتي تجارب ثانيه؟ يعني في كثير سيدات صاروا يبلشوا يعملوا مشاريع اكل. شفتي تجارب اخرى؟ البازارات كثير اعطتني فرصه حلوه فرصه كثير كبيره لاقبال الناس على هالمشروع. شاركت ببازارات تقريبا شي 10 بازارات بين حما والشام وكانت كثير يعني ممتازه بالنسبه لي. كانت كثير فرصه حلوه وكبيره لإلي. الناس عرفت وشافت المنتجات. انت هلا موجوده ببازار. موجوده انا هلا. امتى مستمرين؟ هلا انتهى البازار امبارح. كان ببازار الخارج معنا بفندق شيراتون. كان كثير كمان الحمد لله كويس والناس هيك عم تتعرف على شيء جديد. في اقبال كثير حلو. انا هذا الكثير والوعي الناس عم توعى على هي القصه كثير وهي اهم شغله يعني. صحيح. طيب خلينا نحكي لوين بتحبي توصلي بهيدا المشروع؟ لما نقول من محافظه حما انتقلتي للمحافظات اكيد بتطمحي لهيدا المنتج مو فقط يكون بسوريا يدخل فينا نقول العالم العربي وان شاء الله يا رب نشوفك بالعالمين. هلا كثير انا عندي طموح كبير وحابه مشروعي يكبر اكثر ويكبر اسمي بهالمشروع. بما انه هيك حسيت حالي نجحت يعني إلي فترة شي سنة ونص تقريباً أنا بمشروع الغذاء الصحي
وان شاء الله هيك للامام اكثر ويتقدم اكثر فيه باذن الله. ان شاء الله يا رب. خلينا نحكي شوي هيك عن مجالك وحياتك الخاصه. دائما كل سيده بيكون عندها مشروع، احيانا هي مو احيانا اغلب الاوقات بتكون عم مثل ما بيقولوا حامله اكثر من بطيخه بايدها. فانت ام عندك عائله، بتشتغلي شغل اخر ولا كان هاي اول مشروع لك من خلاله؟ نحكي شوي عن هالتفاصيل. اليوم نحن بوضع ظرف اقتصادي، الشغل ما عاد رفاهيا وانا عم اشتغل لاثبت نفسي، لا، في كثير سيدات صاروا عم يشتغلوا ليساعدوا بيتهم ويحافظوا على شكل هذا البيت ويقدموا لبيتهم كل المقومات بطريقه جيده مثل ما بنقول. انا كنت موظفه، وطبعا كنت كثير موفقه بين البيت والوظيفه والاولاد. خلصنا وظيفه يعني التجأت لشغل انه انا كثير بحبه وبحب اني اقدم شيء لغيري، والحمد لله انه كان في كثير توافق بين البيت والشغل، هذا اهم شيء يعني. بس بعتبر حالي الحمد لله انه الامور تمام ان شاء الله على طول. بالختام كلمه بتحبي توجهيها لكل صبيه وسيده حابه تبلش مشروعها الخاص، ونحن بنعرف يعني هي الظروف قاسيه معيشيه على الكل، فكل حدا حابب يكون عنده مشروع، بس بقول لك الظروف ما كثير بتهيئني اليوم لبلش مشروعي، بدي شوية مصاري ما بقدر. لا، فينا نبلش هيك خطوة، فينا نبدأ من الصفر. من الصفر نبدأ من الصفر. بشجع أي صبية يعني يكون دائما في آفاق قدامها، ما تخاف من شيء. طبعا في دائما معوقات ودائما في إيجابيات بالموضوع، بدنا نتعرض لهيك وهيك، بس بنمشي بطريقنا. وأنا بشجع أي وحدة عندها مشروع تمشي فيه، وأكيد رح توصل للهدف اللي بدها. أكيد بدنا نشكرك على وجودك ست على خضر، نتمنى لك كل التوفيق، وأكيد دائما نحن موجودين. عندنا مساحة خاصة لدعم كل السيدات والمشاريع الصغيرة والمواهب المميزة. شكرا كثير. شكرا كثير لكم، شكرا الإخبارية السورية على الاستضافة الحلوة.